السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على كيفية حساب مساحة حيز باستعمال حساب تكاملي. إذا غنبداو بالقاعدة اللي تكون F دالة متصلة على مجال AB، مساحة الحيز المحصور بين المنحنى CF ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتهما X تساوي A و X تساوي B هي التكامل من A ل B القيمة المطلقة ديالها في X DX UA. إذا عندنا واحد منحنى دالة وعندنا محور الأفاصيل، إذا ناخذ نقطة هنا A، نقطة B مثلا. إذا مساحة الحيز المحصور بين المنحنى اللي يمثل بالأحمر والمستقيم الذي معادلته X كتساوي A، والمستقيم الذي معادلته X كتساوي B، ومحور الأفاصيل. إذا هذه المساحة كتساوي لنا التكامل من A ل B القيمة المطلقة ديال F دو X DX UA. إذا شنو كنعني بUA؟ UA هي وحدة المساحة، كنحدوها بحساب مساحة المستطيل. دونك هذا المستطيل هذا اللي محدد بالمتجهتين اي و جي. اذا فمثلا الا كانت اي كتساوي لنا 1 و جي المنظم ديال جي كيساوي لنا 2، ف يو ا غادي يساوي لنا 1 في 2 اي 2 بطبيعة الحال هنا على حسب المساحه تكون هنا سنتيمتر مربع. كذلك لتكون اف و جي دالتي متصلتي على مجال ا بي، اذا مساحة الحيز المحصور بين المنحنيين سي اف و سي جي ومحور الافاصيل والمستقيمين اللذين معادلتهما اكس كتساوي ا و اكس كتساوي بي هي التكامل من ا ل بي القيم المطلقة اف ل اكس ناقص جي دي اكس دي اكس يو ا. اذا الى كان عندنا منحنيين بحال مثلا ناخذ واحد المنحنى معين بحال الشكل هذا، إذا مساحة الحيز ناخدو واحد الحيز هذا مثلا، إذا هذه دالة سي جي يعني منحنى الدالة سي جي، إذا هذه واحد النقطة سي دي. إذا مساحة هذا الحيز هذا المحصور بين المنحنى ديال سي اف والمنحنى سي جي والمستقيمين اللذين معادلتهما اكس كتساوي سي و اكس كتساوي لنا دي هو اللي كنحدوه بالتكامل من ال بي ديال القيمة المطلقة اف ل اكس ناقص جي دي اكس دي اكس. علاش كنديرو القيمة المطلقة؟ لأن المساحة دائما كتكون موجبة والدالة ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة، وبالتالي خصني ندير القيمة المطلقة. إذا كيفاش كندير نحيدو القيمة المطلقة؟ إذا بالشكل العام ناخدو الحالات الخاصة. إذا إلا كانت إف موجبة، إف موجبة دونك حنا عندنا القيمة المطلقة ديال إف دو إكس، إلا كانت موجبة راه غتساوي لنا إف دو إكس، يعني إلا كانت إف موجبة، ولا كانت إف سالبة غتساوي لنا موان اف دو اكس. اذا الا كانت فوق محور الافاصيل يعني اف كتكون موجبه، وبالتالي المساحه كتساوي لنا التكامل، كنحيدو القيمه المطلقه اف لي اكس دي اكس يو. والا كانت المنحنى الداله من تحت محور الافاصيل اي الداله اف سالبه، فكنحيدو القيمه كنديرو كنعوضو القيمه المطلقه د اف لي اكس بناقص اف لي اكس. نفس الشيء كذلك ملي كيكون عندنا، إذا في هذه الحالة فعندنا نحسبوا المساحة على المحصورة بين منحنى الدالة والمستقيم من إكس كتساوي أ و إكس كتساوي بي. إذا في هذه الحالة فعندي في واحد المجال أ سي الدالة موجبة، وفي المجال سي دي الدالة سالبة. إذا هنا كندير علاقة شغل، إذا التكامل من أ سي هنا كتكون إف دو إكس، ومن سي بي لأن إف سالبة
إذا كيكون ناقص f دو x دي x. كذلك بالنسبة بالنسبة للمجال المحصور بين منحنيي دالتين، فإلا كانت الدالة سي اف ولا منحنى الدالة سي اف فوق منحنى الدالة سي جي، شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن اف دو اكس راها أكبر أو تساوي جي دو اكس، أي أن اف دو اكس ناقص جي دو اكس كتكون موجبة، أي القيمة المطلقة ديالها، أي القيمة المطلقة ديال اف لي اكس ناقص جي دي اكس كتساوي لنا اف لي اكس ناقص جي دي اكس. إذا ناخذ واحد المثال تطبيقي. إذا نحسبوا الحيز المحصور بين منحنى الدالة اف دو اكس اللي غادي تساوي لنا اكس ناقص واحد، والمستقيم اكس كتساوي لنا صفر، واكس كتساوي واحد، ومحور الأفاصيل. إذا نطبقوا القاعدة، إذا التكامل من صفر لواحد، القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد، دي ديال إكس يو. دابا غادي نشوف الدالة إف لإكس كتساوي إكس ناقص واحد واش موجبة ولا سالبة على المجال صفر واحد. إذا هنا يكفي نحدد دالة بسيطة، يكفي نحدد الإشارة. إذا عندنا إكس ناقص واحد كتنعدم في الواحد، إذا هنا موجبة وهنا سالبة، أي أن القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد في المجال صفر، مثلا صفر جوج، في المجال صفر واحد غتساوي لنا إكس ناقص إكس زائد واحد، وفي المجال واحد جوج غتساوي لنا إكس ناقص واحد. حنا عندنا في المجال صفر واحد، أي الدالة سالبة، إذن غتساوي لنا التكامل من صفر لواحد، إذن ناقص إكس زائد واحد دي ديال إكس يو. إذن دابا غنحسبو بشكل عادي، فالدالة الأصلية ديال ناقص إكس هي ناقص إكس مربع على جوج، الدالة الأصلية ديال واحد هي إكس من صفر لواحد يو. إذا كنعوضو، ناقص واحد على جوج زائد واحد، وبالنسبة للصفر عطينا الصفر، أي دائما يو أ، أي واحد على جوج يو أ. هنا إلا كان عطيني عطيني إي و جي، ندير المنظم ديالهم، فكيمكن لي يحسب يو أ، وإلا مكانش عطيها لي كنخليها يو أ. دابا إلا كانت عندنا التكامل أو مساحة الحيز المحصور بين، يعني نخدمو على نفس الدالة في لي إكس كتساوي لنا إكس ناقص واحد، فقط غادي نبدلو الحيز، غادي نبدلو يعني محور، يعني المستقيمين إكس كتساوي لنا واحد و إكس كتساوي لنا جوج، وبطبيعة الحال محور الأفاصيل. إذن غنحسبو مساحة الحيز المحصور بين منحنى الدالة F والمستقيمين اللذين معادلتهما إكس كتساوي واحد وإكس كتساوي جوج ومحور الأفاصيل. إذن القاعدة كتقول لنا بأن أ كتساوي لنا التكامل من واحد لجوج، القيمة المطلقة دي إكس ناقص واحد، دي ديال إكس يو أ. إذن غنشوف الدالة واش موجبة ولا سالبة على المجال واحد جوج. إذن كما شفنا هنا، فالمجال واحد جوج الدالة كتكون موجبة، إذن مساحة الحيز غتساوي لنا التكامل من واحد جوج إكس ناقص واحد دي ديال إكس يو أ. إذن إكس مربع على جوج ناقص إكس واحد جوج يو أ، تصويت جوج مربع هي ربعة، ربعة على جوج جوج، ناقص جوج ناقص واحد على جوج ناقص واحد يو أ.
إذا هنا كتعطينا صفر، واحد على جوج ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج مضروبة في ناقص واحد هي واحد على جوج يو.